فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، الحديث هذا جاء في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل، جاء في الرواية أنه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأعاد الرجل السؤال فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد صلى الله عليه وسلم فعاد الرجل يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم، فهذا فيه دليل على أن الواجب أن نتبع الكتاب والسنة ولا نفترض المسائل والافتراضات التي ما بينها الله لنا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فالواجب أن نأخذ الحلال البين وأن نترك الحرام البين وأن نتوقف عن المشتبه حتى يتبين أمره، ولا نتساهل في المشتبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا أشكل عليك أمر فخذ بالشيء الواضح واترك الشيء المشتبه حتى يتبين لك. وأيضا الجاهل ليس له أن يدخل، ولهذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس. فالجاهل ينبغي أن لا يدخل في الأمور المشتبه ويقول هذا حلال ولا حرام، ما يدخل فيه لأنه ليس مؤهلا لذلك، وإنما هذا شأن العلماء، فيرجع إلى العلماء في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. شوف كيف فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر والنهي. الأمر قال: ما أتوا منه ما استطعتم، وأما النهي فاجتنبوه، لأن ترك النهي سهل بخلاف الأمر، فقد يكون فيه صعوبة، يعني امتثاله كله قد يشق على الإنسان ويمرض ويسافر ويأتي عليه أعذار، فلا يستطيع القيام بكل الأوامر، فيأتي منها ما يستطيع. أما النهي فإنه ترك، والترك سهل، ما هو مثل الأمر. الأمر يحتاج فعل، يحتاج حركة ويحتاج كلفة، خلاف النهي فإنه ترك الشيء فقط. ولهذا قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنه أيضا لا ينهى إلا عما فيه مضرة، مضرة راجحة أو مضرة مساوية، أو مضرة مساوية، فما كان ضرره مساويا أو أكثر من نفعه فإنه يجتنب، وما كان نفعه راجحا فإنه يفعل.